كلنا عارفين عجائب الدنيا السبع، بس اللي هتشوفه واللي هتسمعه في الفيديو ده هو عجب العجائب. احمد سيد زيزو افضل جناح يمين في مصر، بس المرة دي باستفتاء رابطة الاندية رغم تفوق رفيق كبه لاعب نادي انبي في الاستفتاء. واحمد سيد زيزو بيتسرب عقده، وده بعد ساعات قليلة من تصريحات الاستاذ او اللواء حسن موسى ان مشكلته وازمته مع نادي الزمالك اتحل، وان اللعيب مستمر، وامام عاشور عقوده ضاعت من نادي الزمالك. عقد بيع امام عاشور لفريق ميتلاند الدنماركي مش لاقيينه، وكهربا والاهلي والزمالك بقوا ايد واحده، وخلاص هيتقصد غرامه كهربا. وموقف الزمالك من غرامه اتشبونج، وليه اتشبونج خد فلوس رغم انه ماضي انه خد فلوسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب، فضلا منك وليس أمرا ادعم أخوك باللايك الجميل، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، احمد سيد زيزو اللي عامل قلق كبير على السوشيال ميديا النهارده، احمد سيد زيزو اللي خلاص كل اخباره بقت مثيره، مره رايح للشباب وجمهور الزمالك زعلان، ومره قاعد في الزمالك وجمهور الزمالك فرحان، بس النهارده احمد سيد زيزو له خبرين اتنين على السوشيال ميديا قلبين الدنيا. الاول تسريب عقد احمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، عقد كارثي بكل المقاييس. العقد ده او التسريب ده بمعنى اصح، لو صح لازم اللي عمل العقد ده يتحاكم في ميدان عام. العقد بيقول ان احمد سيد زيزو هياخد 138 مليون جنيه من الزمالك في 3 سنين. الله، ده احنا اغنياء بقى. احنا يا باشا نادي غني، احنا نادي الزمالك السعودي، احنا بعد كده هننافس الهلال والنصر والشباب والفرق دي في ازاي ندفع فلوسنا. احنا معانا فلوس مش عارفين نوديها فين، واللي معاه قرش محيره يجيب حمامه ويطيره. يعني احمد سيد زيزو ب 138 مليون جنيه، او ربنا، ده التسريب. 23 مليون جنيه في اول سنه وعليهم 15 مليون جنيه كده حلاوه روح، والسنة التانية 30 مليون وعليها 20 مليون جنيه نفعها، وبعد كده عد الفلوس زي ما انت عايز تقول. ده رغم كمان ان فيه 30، يعني 30 ايه ده، مليون دولار. مليون دولار، شوفوا الدولار بكام بقى دلوقتي. يعني حلاوة تعاقد احمد سيد زيزو ده غير مكافأة الفوز بالدوري مش عارف مليون وكام، ولو لعب 15 ماتش ياخد 600 وكام، ولو عمل مش عارف ايه يعمل ايه، ولو خد دش الصبح ياخد كام. يعني بسم الله ما شاء الله، احمد سيد زيزو هو المالك الحقيقي لنادي الزمالك، وده يدل على شيء، يدل ان الزملكاوية لازم يفرحوا. احنا اغنياء قوي. احنا مش عايزين ناكل يا عم مرتضى، يا عم مرتضى هو احنا لاقيين؟ ده احنا بنكح حمرا بالحاج. يا عم الحاج، ده البند الاولاني او الخبر الاولاني، تسريب عقد زيزو. طيب الخبر الثاني، احمد سيد زيزو بيفوز فوز ساحق ماحق على رفيق كبو لاعب نادي انبي في الاستفتاء بتاع رابطة الاندية على مين افضل جناح يمين. الله اكبر، الله اكبر، والله عملوها الزملكاوية ووقفوا وقفة رجالة وكسبوا لاعبهم. لا وربنا، مش دي الحقيقة. الحقيقة ان الاستفتاء كان شغال من امبارح، وان رفيق كبو خد 52% واحمد سيد زيزو حصل على 46%، ومصطفى فتحي ولاعب كمان كل واحد خد له مش عارف 1% 1% ولا 2%. يعني النتيجة اللي المفروض
هيعلن عنها الاستفتاء اللي هي عن طريق التصويت ان رفيق كابو اللي فاز. بس الحمد لله رابطة الاندية اعلنت ان احمد سيد زيزو هو افضل جناح يمين من خلال التصويت على رابطة الاندية في كل المنصات. الله اكبر وبسم الله. عجائب يابا عجائب، احنا عايشين في زمن العجائب. ألف مليون مبروك لأحمد سيد زيزو اللي فعلا يستحقها، لكن أنا كلامي مش مين يستحق الجايزة أو أحمد سيد زيزو لا قدر الله ما يستحقهاش، أنا كلامي واضح وصريح، أنت عملت استفتاء وشروط الاستفتاء واضحة إنه عن التصويت، وبالتصويت رفيق كبو اللي فاز، يبقى ليه بنعلن إن أحمد سيد زيزو اللي فاز؟ عجايب. أنا كزملكاوي بقول لك عجايب. ما علينا يا سيدي، عديها خلي الناس تفرح، ان ما تدقاش على كل حاجه كده يا فندينا. ماشي يا باشا ولا يهمك. طب ما تيجي تقول لي عقود امام عاشور فين؟ يعني ايه عقود امام عاشور؟ ما في الاهلي يا ابني. لا يا باشا، عقود امام عاشور بتاع بيعه لفريق ميتلاند من الزمالك اللي مرتضى باشا منصور قال بعناه ب 3 مليون دولار. النهارده الاستاذ او اللواء حسن موسى بيدوروا على العقود، مش لاقيين العقود، العقود ضاعت، العقود راحت فين يا عم مرتضى؟ طب مين اللي يقول انه اتباع ب 3 مليون؟ ما يمكن ب 2 مليون بس، ما يمكن بمليون ونص، ما يمكن ب 10، ما يمكن ب 12، ما يمكن بخمسه. مين اللي يقدر يحدد فلوس بيع امام عاشور غير العقد؟ طيب الفلوس راحت فين؟ وهنا انا عندي سؤال لسياده اللواء حسن موسى. يا معالي سياده اللواء، كلنا عارفين والشعب المصري اهلاوي وزملكاوي عارف ان الفلوس دي راحت على رابطه الانديه. ما ترفع سماعه التليفون يا معالي الباشا على الاستاذ احمد دياب وقول له استاذ احمد هي فلوس الواد امام جات لكم؟ هو يقول لك جت ولا ما جاتش، الفلوس كام بالظبط، ونعرف، عايزين نعرف السمسره اللي حصلت في النادي يا معالي اللواء، عايزين نكشف الحقائق بقى والدنيا كلها تبان قدام الناس. لكن ضياع عقود من داخل نادي الزمالك اهي دي لوحدها عجب العجائب. طب بلاش عقود امام عاشور، ده في 3000 عضو جمعيه عموميه من نادي الزمالك تم شطبهم. عادي يا باشا، يمكن عمل ويع الناس كانت بتخرج، كانوا بيشربوا بيبسي مثلا في النادي، مش ده المهم. طيب الملفات بقى بتاعتهم راحت فين؟ فين ملفات ل 3000 عضو في الزمالك؟ ضايعين. سبحان الله، اللي على هوانا بيفضل واللي مش على هوانا بيضيع. يلا يا عمنا اهو عجب العجائب واحنا في زمن العجائب. ماشي، طب اتشبوم ايه؟ ما قلت لكم يا زملكاويه بسبب، وهتطلع تقول ايه عنه يا افندينا؟ والله ده حاجه بسيطه خالص، ان تشبونج نفسه كان ماضي على ورقه انه استلم مستحقاته كامله، وبما ان يا اخي ان احنا كنا ناويين ننصب يعني ومش هنديله فلوسه، فيقوم تشبونج بعد ما مضى على المخالصة وانه خد فلوسه يروح يشتكي الزمالك، وعشان ربك رب الحق ورب العدل يقوم ولا مسؤول من نادي الزمالك يروح للفيفا يطلع لهم الورقة اللي تشبونج ماضى عليها انه خلص مع النادي وخد كل مستحقاته، عشان الفيفا تحكم على الزمالك بمستحقات تشبونج. مش بقولك احنا في زمن العجايب؟ يلا مش مهم، اه الواد بياخد فلوسه. طيب اهم موضوع بقى معانا وهو تقسيط غرامة كهربا. هل فعلا محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الاهلي هيبقى ايده في ايد نادي الزمالك وهيدفع الغرامة؟ طيب الاهلي هيساعد نادي الزمالك ليه؟ اديني سبب مقنع كده. اصل كانت المشاكل ما بين الكابتن محمود الخطيب ومرتضى افندينا طول عمر الاهلي والزمالك كوباي الكره المصريه، والعلاقات حميمه ما بينهم، ما فيش غير الراجل ده اللي كان مسوق العلاقه وكان عامل حاله من التوتر وهو مشي، يبقى العلاقه ترجع كويسه والاهلي هيساعد الزمالك وهيقفوا مع بعض عشان يرجعوا اقوى فرقتين في قاره افريقيا. هقول لك انت مصدق نفسك؟ طب بالله عليك انت مقتنع بالكلام ده؟ يعني انا اروح اساعد المنافس بتاعي انه يقوم ويقف على حيله عشان ينافسني؟
على ما اعتقد مش طبيعي ومش منطقي. طب يعني ايه؟ يعني النادي الاهلي ممكن يكون عايز يستغل الموقف عشان خاطر يحقق مكسب له، مش عشان خاطر يقف مع نادي الزمالك. يعني ايه برضو؟ يعني النادي الاهلي لما فكر في موضوع تقسيط الغرامة انه يحل ازمة عنده اسمها محمود عبد المنعم كهربا، ويبقى في حالة من الهدوء في الفريق، ما يبقاش في توتر، هندفع نص الفلوس والنص التاني يتقسم بقى على ما احنا عايزين، ويبقى حلينا ازمة كهرباء ويبقى مفيش ايقاف ويبقى الوضع تمام. طيب نادي الزمالك هيوافق على الكلام ده؟ هقول لحضرتك اي حد هيكون موجود في نادي الزمالك او رئيس لنادي الزمالك، سواء حاليا اللواء حسن موسى او قبل منه مرتضى منصور، حتى لو انا ايمن الباز رئيس نادي الزمالك، حتى لو الكابتن محمود الخطيب هو اللي رئيس نادي الزمالك، تبقى كارثة لو توافق على الموضوع ده، لان ما ينفعش تقسط غرام الكهرباء، لان الموضوع دلوقتي ما عادش مجرد فلوس بس، ده بقى حقك اللي انت هتفرط فيه، ولو فرطت في حقك عشان خاطر انت مزنوق يبقى هتفرط في حاجات تانية كتير. ده غير اصلا كده كده الفلوس هتدفع في شهر 10، في شهر 11 هيتوقف 6 شهور ويرجع يدفع، يبقى انا استعجل ليه؟ هتقول لي عشان خاطر تحل الازمه اللي عندك. يا ابني انا كده كده واحل في الازمات، هي على قد ازمه واحده، ده كلها ازمات، ازمه من اليمين وازمه من الشمال وازمه من الامام وازمه من الخلف، الزمالك متحاوط بالازمات. هو انت مش يعني ما سمعتش كل اللي فات من الفيديو؟ تسريب عقود، ضيع عقود، ضيع ملفات للأعضاء، يعني الدنيا بايظة وخربانة. يبقى الكلام على تقسيط غرام الكهرباء كلها اجتهادات، الأهلوية بيحاولوا يروجوا ليها دلوقتي عشان ياخدوا أكبر قدر من الاستفادة. أظن كده الرسالة وصلت، وأظن كده من حقنا إن احنا ننهي الفيديو عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده، ولحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون دايماً عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك مستني ايه يا عم عشان تدعم اخوك باللايك؟ يا عم اللايك بتاعك ده جميل وبيفرحني، فرحني باللايك الجميل. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.